السلام عليكم اخواني، هذه هي رافعه صاني المظهر الخارجي. هذا خزان الوقود وهذا فلتر. هنا لكي نخرج العوارض والارجل كما هو مصور. هنا هذه تزيد وتنقص السرعة، وهذه للتحكم بالأرجل، وهذا الميزان. سأريكم بعد تشغيلها إن شاء الله. وهذه الكاميرا الخلفية، وهذا خزان الزيت الهيدروليكي، والمؤشر ها هنا، وهناك عندنا فلتر الهواء، وهنا المحرك، وهنا الجهة الأخرى للأذرع التحكم. وهنا قاطعة الكهرباء والبطاريات. قلنا ذاك خاص بفلتر الهواء، وذاك الحامل الثاني، وهذا ماء الرادياتور. ولمعرفة مستوى زيت المحرك عليك أن تأتي هنا، ثم هذا هو من هنا ترى مستوى الزيت. أذرع الأرجل والعوارض كما هو مبين هنا بالأرقام، يعني 1 2 3 4 5. إذا الجهة القاعدة الرافعة، إذا فواحد واثنان، فنختار للأسفل قلنا الأرجل، وللأعلى ستكون العوارض. إذا قلنا 1 و3. نأتي إلى الأول، هو مبين هذا، ثم الثالث، ثم هكذا نخرج العوارض التي هي جهة قاعدة الرافعة. طيب عليك إذا أردت أن تخرج العوارض الأخرى، إما تستطيع أن تخرج منه، ولكن الأحسن أن تذهب من الجهة الأخرى وتخرجها هكذا. طبعا كما هم 2 و4 2، وهذا 4، ثم تخرج عند إخراج العوارض سواء، وهكذا الأرجل إلى الأسفل، وتخرج وتنزل الأرجل. يعني إذا أردت أن تختار بالأربعة، إما كذلك هنا مبين، وهاته وهذا للرجل الخامس، يعني التي تحت قمرة القيادة. طبعا إذا أردت أن تدخل الأرجل، نبدأ بالأرجل هكذا، دع الأذرع هذه هكذا وتدخلها هكذا، عند رفع كذلك ترجع العوارض. إذا تختار العارضة الأولى والثالثة وتدخل، وكذلك الثانية والرابعة وتدخل، أو مع بعضهم أيضا. قلنا هذا ميزان مستوى الرافعة على الأرجل، وهذه لزيادة السرعة. هذه المقصورة هنا بالداخل. عندنا هنا مؤشر الوقود، وهنا درجة الحرارة للمحرك، وهنا سرعة المحرك، وهنا السرعة للرافعة، هنا المكبح اليدوي، وهنا ذراع التحكم في السرعة. ما عليك إلا الضغط على الفاصل طبعا، يعني بعدما توقد الرافعة. وهنا المؤشرات هنا، يعني مستوى الزيت، وأي شيء عطل أو ما شابه يشتغل هنا. قلنا عندما إيقاد الرافعة ما عليك إلا الضغط على الفاصل. بطبيعة الحال المكبح اليدوي يعني كما هو غير محرر، وتضغط على الفاصل وتختار أي سرعة تريدها، مثلا في سرعة رقم 4، ثم تجذبها هكذا، ثم وأنت ضاغط على الفاصل في نفس الوقت تقلب هاته الأقفال هكذا،
وترجع هذا هكذا، ثم ترفع رجلك، فقد أصبح العمل بالأرجل وقمرة القيادة العليا ممكنا. ثم عند يعني إكمال العملية من إخراج الأرجل والصعود إلى المقدار، وإرادة أن ترجع إلى الأسفل هنا، ما عليك أيضا إلا الضغط على الفاصل، ثم تنزع الأقفال هكذا، ثم تنزع تحرر ذراعة السرعة هذا. وهذه شاشة الكاميرا الخلفية. هنا عندنا المذياع وأكسسوار الرافعة، مبرد وآخر، وهذه للمنبه الكبير والصغير، وهنا أضواء الأرجل، وهنا لدفعها الدفع الرباعي طبعا. وهذا ما يوجد فيها، وسنصعد إن شاء الله إلى مقدرة القيادة العليا. هادو هادي 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 تاع الجهل لنا اللي جيت قبل شوفور، وهادي 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 تاع الجهل مننا، يعني هادو القدام، هادو تاع باريان، وهادي تاع الوسط تاع الرجل الوسطانية. طيب نبدو نسيو بالوحدة، قرنو تاع الجانب هنا. اي دي بوت طلع هاكا هاكا، ومن بعد هبط هبط يبدو يخص ني تاكسي ديري. صح هبط رجلي. هبط في الزوج هكا الرجلين، هات بالوحدة هكا بالوحدة وهكا بالزوج، إذا هكا ومن بعد هذيك خلاص. تاكسي ليري من هنا. خلاص دوكا دخل الرجلين شوف. لا لا خليه هكا. طيب طلع لي فيه. خلي بوتك